Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا يا صغيراتي من أنشطة التهيئة بإذن الله في وحدتنا الأولى كما تعودنا ذكرها دائما في كل حصة، التي هي بعنوان أقاربي ولون وحدتنا الزرقاء، نأتي بإذن الله إلى مكون يعتمد على مهارة الاستماع يا صغيراتي. فلنسترجع سويا، ما هو عنوان هذا المكون؟ تفضلي يا صغيرتي. نص الاستماع، ممتازة، بارك الله فيك. كما تعودنا يا صغيراتي نستمر ونشاهد الصور التي أمامنا، بارك الله فيكم. نستمع ونشاهد الصور أمامنا، وسوف يكون هناك أسئلة نهاية الدرس حتى نجيب عليها. يجب أن نستمع وننصت إنصاتا جيد، يجب أن نستمع للنص وننصت إنصاتا جيد. لا أنسى التذكير بارك الله فيكم يا صغيراتي بالأهداف الرئيسية التي نريد أن نحققها من نص الاستماع، هو أن تراعي الطالبة آداب الاستماع، أن تستمع الطالبة وتسمي الشخصيات التي وردت في النص، وأن تجيب الطالبة على الأسئلة إجابات صحيحة، وأن تستنتج الطالبة مع مجموعتها آخر النص عنواناً آخر للنص. فندون يا صغيراتي بارك الله فيكم التاريخ على رأس الصفحة بتاريخ اليوم. تاريخ اليوم يا أبطال، تاريخ اليوم، بارك الله فيكم يا ثاني، تاريخ اليوم 12/2 من عام 1443 لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نستمع سويا يا صغيراتي إلى النص. نص الاستماع إلى البر. سألت نورة والدها: متى نخرج إلى البر يا أبي؟ الوالد: اليوم إن شئتم. سأتحدث إلى عمك أبي طلال ونخرج معا بإذن الله تعالى. ما رأيك يا أم فواز؟ الأم: هذا رأي حسن، هيا بنا يا أبنائي لنجهز أمتعة الرحلة. بعد صلاة العصر ركبت الأسرة السيارة وانطلقت إلى البر. التقت الأسرتان في البر وتبادل أفرادها التحية. تعاون الجميع في تجهيز المكان ووضع الأمتعة في أماكنها. راحت نورة وابنة عمها تهرولان، فواز وطلال وياسر يلعبون الكرة. قال أبو فواز: ما رأيك أن نتسابق في الجري يا أبا طلال؟ ضحك أبو طلال وقال بحماس: أنا موافق، فلنبدأ السباق. بدأت المباراة والأبناء يراقبون ويهتفون بسعادة. فاز أبو طلال في السباق، فهناه أبو فواز قائلا: مبارك فوزك بالسباق يا أخي. وعند غروب الشمس ركبت كل أسرة سيارتها وعادت إلى منزلها. وفي المنزل قبلت نورة رأس أبيها وقالت: شكرا يا أبي، فقد ساعدنا كثيرا بنزهة اليوم وساعدنا بلقاء أسرة عمي. واضح النص يا صغيراتي بارك الله فيكم؟ واضح النص؟ استمعنا للنص يا عزيزاتي. نبدأ الآن بمناقشة الصور باستخدام استراتيجية العين الفصيحة. ماذا تشاهدين في هذه الصورة الأولى؟ ماذا تشاهدين يا صغيرتي في هذه الصورة؟ بارك الله فيك. فواز و
أسرته يتناقشون. ممتازة. ونورة تطلب من والدها أن يخرجوا في رحلة إلى البر. بارك الله فيك. وفي هذه الصورة الثانية يا صغيراتي، تفضلي. بارك الله فيك. أبو فواز يهاتف العم أبو طلال ويتفقون على الرحلة. وفي هذه الصورة الثالثة، بارك الله فيك يا صغيرتي، الوالد فواز والعم أبو طلال يخرجون سويا إلى البر. ممتازة يا صغيرتي. وفي هذه الصورة يا صغيرتي، تفضلي. بارك الله فيك، الأسرة تستمتع بالجلوس في البر والأطفال يلعبون. رائعة. الصورة التي تليها، بارك الله فيك، الأسرة والأسرتين يلعبون سويا، وهنا جلسوا واستمتعوا بالجلوس في البر والأطفال يلعبون. أيضا في هذه الصورة يا رائعة، ماذا تشاهدين؟ ممتازة، بارك الله فيك، الفتيات والأولاد يلعبون. وفي هذه الصورة يا صغيرتي، ممتازة، بارك الله فيك، العم أبو طلال ووالد فواز يفكرون بالقيام بسباق الجري. وهذه الصورة، بارك الله فيك، رائعة، يجرون أو يتسابقون والد أبو طلال والعم أبو فواز. وفي هذه الصورة، تفضلي، بارك الله فيك، العم أبو طلال ووالد فواز يبارك الذي فاز بسباق الجري أبو طلال، يبارك له العم أبو فواز. وفي هذه الصورة يا صغيرتي، تفضلي، بارك الله فيك، انتهت الرحلة السعيدة التي تقابلت فيها الأسرتان، وهؤلاء هم عائدون إلى البر. وفي هذه الصورة الأخيرة، ممتازة، نورة تشكر والدها على هذه الرحلة الجميلة التي غيرت جوهم، وقابلوا فيها العم أبو فواز وفرحوا بهذه الرحلة الجميلة. بارك الله فيكم يا صغيراتي. طيب يا عزيزاتي، درسنا في مادة الفنية الألوان. ما هي ألوان هاتان السيارتان؟ بارك الله فيك، الأحمر والأزرق. أيضا يا صغيراتي، درسنا في مادة البدنية أن الجري أو الرياضة مفيدة للجسم. من تستطيع ذكر فوائد البدنية أو فوائد الحركة للجسم؟ ممتازة، رائعة لسلامة الأمعاء، ومفيدة لصحة الجسم، ولتخفيف الوزن، ولحرق الدهون. ممتازة، مناسبة للسكر، لمرضى السكر. بارك الله فيك، فوائد لا تعد ولا تحصى من الرياضة للكبار والصغار. في أي سؤال يا صغيراتي؟ مستعدين لمكون استمع وأجيب؟ هيا يا صغيراتي، نستمع إلى الأسئلة ونجيب شفهيا عليها. سوف أكتب إجابة السؤال الأول فقط، ولستم مطالبين أنتم بكتابة الأجوبة. أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية: ماذا طلبت نورة من والدها؟ تفضلي يا صغيرتي. ممتازة، نلاحظ يا عزيزاتي أن الإجابة لازم أو ضروري تكون من جذر السؤال. طلبت نورة من والدها الخروج إلى البر. ممتازة، سوف أكتب الإجابة، ولستم مطالبين يا صغيراتي بكتابتها: الخروج للبر. واضح يا ثاني؟ ننتقل إلى السؤال رقم 2. ننتقل إلى السؤال رقم 2: هل نفذ الوالد طلب ابنته؟ تفضلي.
ممتازة، نعم نفذ الوالد طلب ابنته. سؤالك رقم 3، إلى من تحدث الوالد في الهاتف؟ تفضلي. تحدث الوالد في الهاتف إلى العم أبو طلال، بارك الله فيك. كيف تعاونت أسرة نورة في الاستعداد للرحلة؟ رقم 4، كيف تعاونت أسرة نورة في الاستعداد إلى الرحلة؟ تفضلي يا صغيرتي، بارك الله فيك. تعاونوا بتجهيز المكان ووضعوا الأمتعة، وكل واحد منهم جلب شيئا من ما يحتاجونه في البر. رقم 5، ما الألعاب التي لعبها الأطفال في البر؟ ما الألعاب التي لعبها الأطفال في البر؟ تفضلي يا صغيرتي. الألعاب التي لعبها الأطفال في البر، بارك الله فيك، لعبوا كرة القدم، ممتازة. رقم 6، ما الرياضة التي لعبها والد نورة وعمها؟ تفضلي، رائعة. الرياضة التي لعبها والد نورة وعمها رياضة الجري، ممتاز. ننتقل إلى رقم 7، متى عادت الأسرة من الرحلة؟ متى عادت الأسرة من الرحلة؟ الوقت التي عادت فيه الأسرة من الرحلة، تفضلي يا صغيرتي. عادت الأسرة من الرحلة بعد غروب الشمس، ممتازة. رقم 8، ما الشيء الذي يجب أن نأخذه معنا في الرحلة ولماذا؟ تفضلي يا رائعة، بارك الله فيك. بساط البر، ممتازة. الماء، الألعاب التي نريد أن نلعبها، الغذاء، الكراسي، أحد من كبار السن يخرج معنا. لماذا؟ حتى تكون رحلة متكاملة لا ينقصها أي شيء. بارك الله فيكم يا ثاني. ننتقل إلى السؤال الأخير، وأريد من الجميع المشاركة يا بطلات. اقترحي عنوانا آخر للنص. هو عنواننا إلى البر، أنت أعطيني أي عنوان للنص. تفضلي، ممتازة، رحلة ممتعة، بارك الله فيك. تفضلي، رائعة، رحلة عائلية. تفضلي، الرحلة السعيدة، ممتازة. تفضلي، رحلة العائلة، بارك الله فيك. جميع هذه العناوين، بارك الله فيكم، صحيحة. ننتقل الآن يا صغيراتي إلى رقم 2، بارك الله فيكم. ننتقل سويا إلى رقم 2. نشاهد في رقم 2 يا صغيراتي، استمعوا وأضعوا خطا تحت الإجابة المناسبة. رقم 1، خرجت الأسرة إلى البر برفقة، اختاري الإجابة يا صغيرتي، إلى البر برفقة الخال، العم أو الجد. خرجت الأسرة برفقة الخال أو العم أو الجد. تفضلي، ممتازة، برفقة العم، بارك الله فيك، ضعي دائرة على العم. 2، توجهت الأسرة إلى البر بعد صلاة الفجر، العصر، المغرب. تفضلي، ممتازة، العصر. رقم 3، الفائز في سباق الجري هو أبو فواز أو فواز أو أبو طلال. تفضلي يا صغيرتي، رائعة، أبو طلال، بارك الله فيك. ننتقل سويا يا أبطال يا رائعات إلى رقم 3، وهو النشاط الأخير أو السؤال الأخير. معلش يا صغيراتي، راح. أيوه،
نكمل يا ثاني، بارك الله فيكم. نكمل رقم 3. استمع وأضع علامة صح أمام العبارة التالية الصحيحة: خرجت الأسرة في رحلة إلى البر. خرجت الأسرة في رحلة إلى البر. تفضلي. صح، بارك الله فيك. لعب فواز وياسر إلى البحر. عفوا، هنا خطأ. لعب فواز وياسر وطلال بالكرة. بارك الله فيك، إجابة صحيحة. عادت الأسرة إلى المنزل بعد صلاة الظهر. إجابة خاطئة، بعد غروب الشمس.